هنا فار التنور وبدأت قصة الطوفان العظيم. هنا بقعة هي من أقدم بقاع الأرض اللي سكنها البشر. هنا بيت آدم ونوح عليهم السلام ومصلى الأنبياء. هنا المسجد الأعظم. حين سكن أبو البشرية آدم عليه السلام هذه البقعة خط مسجدها هذا مسجد الكوفة. فيما بعد سكنه النبي نوح عليه السلام ونجر السفينة في هذا المكان، كما بينت لنا المصادر وكذلك الشواهد التاريخية التي أوضحت أن هذه البقعة هي من أقدم بقاع العالم التي سكنت حتى حادثة الطوفان. بحادثة الطوفان العظيم أول شيء حدث فار التنور، والقرآن ذكر الأمر حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. ما هي قصة التنور؟ بعد أن اكتملت السفينة بدأت علامات العذاب تنزل، أو كان في وسط هذا المسجد تنور. بداية خروج ماء الطوفان كان من هذا التنور، يعني بداية الطوفان العظيم كانت من هنا من هذا المسجد، وبداية إنقاذ المؤمنين أيضا هنا لأنه محل السفينة. وعلى مر الزمان كان هذا المسجد مصلى للأنبياء والأولياء إبراهيم الخليل والخضر وباقي الأنبياء عليهم السلام وحتى جبرائيل. قد يسأل البعض، الرسول صلى الله عليه وآله لم يأتي إلى الكوفة، فما السبب اسمه مكتوب على شاهد المقام هذا؟ ومن قال لم يأتي؟ الرسول صلى الله عليه وآله يقول: لما أسري بي مررت بموضع مسجد الكوفة وأنا على البراق ومعي جبرائيل عليه السلام، فقال: يا محمد انزل فصلي، فنزلت فصليت. وأهم مقام بين هذه المقامات هو محراب أمير المؤمنين عليه السلام اللي كان يصلي بالناس. هنا سلام الله عليه كان ساجد وضرب ابن ملجم على رأسه، وفقدت البشرية أعظم وأعدل شخصية بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما في وسط باحة المسجد فكانت سابقاً في قديم الزمان دكة القضاء اللي كان الإمام سلام الله عليه يجلس عليها ويحكم بالعدل. ولعل البعض لا يدري أن هذا المسجد أيضاً سيكون مكان صلاة وحكم الإمام المهدي عليه السلام بعد ظهوره. أما بالنسبة لمسكنه ودار المال ففي مسجد السهلة، ومكان صلاته وحكمه بالعدل هنا كجده أمير المؤمنين عليه السلام. هناك شيء آخر يميز هذا المسجد عن غيره من المساجد، وهو قبر مسلم بن عقيل عليه السلام ابن عم الإمام الحسين عليه السلام وثقته وناصره وسفيره. كذلك إلى جانبه قبر المختار الثقفي، وأيضا مقابل قبر مسلم عليه السلام قبر هاني بن عروة رضوان الله عليه، وكلنا نعرف هاني اللي نصر مسلم سلام الله عليه. لو تعلمون فضائل هذا المسجد شيء عجيب، راجع روايات فضائل هذا المسجد عن أهل البيت عليهم السلام تجدون العجب في فضل هذا المسجد. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة من قصور الجنة في الدنيا، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد بيت المقدس ومسجد الكوفة. حسب مرويات أهل البيت عليهم السلام فإن الصلاة المكتوبة في هذا المكان تعدل 1000 صلاة، أكثر من هذا
أنه مجرد الجلوس في هذا المكان حتى من غير تلاوة أو عبادة حسب المرويات يعتبر عبادة. وأزيدكم أكثر، هذا المكان أحد الأماكن الأربعة المخير فيها الصلاة بين القصر والتمام. شهد المسجد مراحل مختلفة من الإعمار على مر الزمان وبتوجيه من علماء الشيعة. أما بالنسبة إلى طائفة البهرة فكان لهم يد أيضاً في عمارة هذا المكان بعد عام 2003، وخاصة محراب الإمام علي عليه السلام، من إضافة الآيات القرآنية والزخارف والنقوش وتصميم الأخشاب الفاخرة. تخيلوا هذا المسجد يتوسع ويصل إلى حدود الحيرة حتى يكفي أعداد المصلين في هذا المكان، ولكن هذا في عصر ظهور الإمام المهدي عليه السلام. من هنا بدأ الطوفان بتطهير الأرض من الشرك، وهنا سيحكم قائم آل محمد ويطهر الأرض من الظلم والجور والفساد.